في مباراة مؤجلة من ليلة رأس السنة حرصا على سلامة الجمهور، يلتقي اليوم ناديا توتنهام وويستهام ضمن الجولة 21 للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم. وسيستضيف ملعب ويمبلي في لندن هذا الديربي اللندني بين الفريقين، ومن المرجح أن تكون مباراة مثيرة وندية بين الجارين اللدودين. ويحتل نادي توتنهام المركز الخامس بالدوري برصيد 40 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز للدخول إلى المربع الذهبي وبالتالي الاقتراب من أهل القمة، بينما يقبع ويستهام في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، وسيحاول تحقيق الفوز للابتعاد عن المراكز الأخيرة على جدول الترتيب. وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين في الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة هذا الموسم وعلى نفس الملعب، حيث فاز ويستهام حينها بثلاثة أهداف لهدف.